الأحداث ولا المستجدات الجديدة، نرجع لكم بالأكتواليتي. فريق الموجود معايا كالعادة، لكن نقصتني واحدة اليوم، واحدة عزيزة وعزيزة وعزيزة برشا. اليوم نلقى روحي قدام الميكرو نقدم وحدي من غير حذامي بوشيبة اللي نتمنى ولها الشفاء العاجل، حذامي اللي في اخر اللحظات تعرضت الوعكة صحية صغيرة، ان شاء الله لباس وترجع لنا الاسبوع القادم بتطلع الجميلة متاحة الاطلالة وطلتها كل المهبولة. على يميني كالعادة الفريق اللي تعودتوا بيه واستنستوا بيه وضحكتوا معاه ولعبتوا وعملتوا برشا 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 جو، سامي الدريدي. عسلامة حمى، عسلامة الناس كل تسمعوا فينا. خسارة اليوم حذامي مش بحذانا، بلوتو مش بحذايا، خاطر ديما اقرب لي منك انت هيك بجنبي وتعطيني هيك لي زوند بوزيتيف. اليوم العمل والقمع اليوم هكا، ان شاء الله ربي معاك حدين، ان شاء الله لاباس، وان شاء الله تعدى الحس على خير، وان شاء الله تعدى فيسع يا خويا. مش عارفك واش تشوف ولا ما خاصه انا مش حاسه روحي هكا اون سيكريتي الجمله بلاش حذايا. ساعه انا كنت باش نقدمك تو للمستمعين باش نقول لهم ايقونه الاذاعه كالعاده، كلمه حذامي امان ما تسرقهاش، كلمه حذامي ايقونه الاذاعه، قرنفله الاذاعه، وردة الإذاعة اللي منورتنا ديما بالإطلالة وباللوك متاحها ومعودتنا كل أسبوع تطلع لنا بلوك جديد وممتع. أميمة حشاني، عسليمة يا محمد، عسليمة لبيس. أسمع سيمي، للأمانة حاجة ما نجمش نتجاوزها الحقيقة، طول المستمعين احنا متعودين ما نخبيو عليهم حد شيء. أميمة اليوم أول حصة جي قبل أربعة دراج، جي بكري اول حصة. انا صدقني كي قالت لي هني تحت الراديو والله العظيم تفاجأت، ولا صدقت، قلت لها نعرفها تحت الراديو نتاعك اكيد بس توصل المره. مش خايف انا امامة وعارفين الحذاء مش باش تجي ونحن اربعة في الكل، دونك ولينا ثلاثة ونعرفك انت تجي روتار، لقينا اربعة لا ونعرفك انت ديما تجي روتار، نحكي ندير في الكرونيكو نعرفك تجي روتار. دونك قلت انا تو عامر، انا بتبيت اليوم عامر روتار، قلت حمك كيفاش فيها تاكي واحد لا حذامي لا أميمة، وانا خاطر حذامي مستنسة هي الدافع عليا، دونك انا عرفت انه حذامي اليوم مش باش تجي، فقلت يا أميمة اكرم لحيتك بيدك ما عندك راك حتى حد باش يدافع عليك فاجا بكري. بهي على ذكر حذامي نتمنى لها الشفاء العاجل، وراي بلاستيك مخيبها مخيبها، وان شاء الله ترجع لنا على قريب يا ربي. دونك مرحبا بالسادة المستمعين، وان شاء الله نعملوا جو مزيان مع بعضنا اليوم. اكيد باش نعملوا جو مزيان، اكيد مازلت برشا الفقرات نتاعنا اللي اعتدتوا بها، في انتظار زاد انه التحق بينا عنصر هو ولد الراديو ولد إذاعة كاب اف ام، لكن مستانس بك للجو متاع السياحة ومتاع الفلاحة، التحق بينا بعد محمد الهيشري. محمد الهيشري هو المشاغب الأكبر لإذاعة كاب اف ام، لكن في هذا الكل ما نجمش أنا نخرج نقولوا احنا على السكة شوية السيستيم اللي المعتاد به باش نخدموا به احنا كالعادة، اللي كان تخدم لكم به حذامي باش نكمل به انا يا اخي. ما نجيبش جديدة؟ لا ما نجيبش جديدة. اجتهد. لا ما نجتهدش. نحب الحاضرة. انا حضرت لكم اسئلة اصعب شوية من الاسئلة اللي تحضر لكم فيها حذامي في فقرتنا المعتادة اللي نبداو بها، فقرة الكويز. الكويز اليوم سامي حاضر؟ حاضر. باش نتشمت فيكم اليوم في كبت الموسيقى في الكويز في الأسئلة، باش نتشمت بكم الكل، وما عندكمش شكون يدفع عليكم وشكون الله غلط. خليتنا يا حذيمي خليتنا. السؤال الأول، ماذا يقصد بالذهب الأسود؟ نسميه لك سميه لي اسمه نعرف اسم امراه تبر لا شنو تبر ذهب أسود. الذهب الأسود مش تبر نستهلكوا فيه كل يوم. فحمة لا لا واحد إيسانس قريبا. مازوت البترول يعني أي حاجة سؤال ما فهمتوش برشا. ميسيرش والله خاطر تبر هنا ذهب الأكحل. اسمع ديما سهلنا أموها شوية خاطر مكتب ويحب شي يرجع الثقافة العامة نتاعو والمادة الشخمة تخدم شوية. بيه الذهب تعمل أسود لتر 2900 اسمعني أميمة فايقة عليك راه أميمة فايقة. اسمع انا راني ديما ناجحة، انا راني في انت ديما ناجحة الاسبوع الفارتك اهو أميمة انت في الغنيت، لكن ثقافة العامة ما شاء الله عليك. ثقافة العامة باهي نواصلوا. ما هو اسرع حيوان مائي في العالم؟ مائي اخطبوط السمكة الكبيرة هذيك الكبيرة سمكة التونة ازرق سمكة التونة الاسم الحوت الابيض الحوت الازرق والحوت القرش سمكة القرش التونة الزأبق مش زئبق
سمعت شنو زعفران زع زع لا لا شنو هي زي سمكة الزعنفة هاك الزعنفة اللي قلت الزعنفة أنا نعرف زعفران أنت زعنفة زعنفة لا لا أميمة قالت زعفران الإجابة صفر للناس الكل زعنفة السؤال الموالي كم عدد أسنان القط أسنان ماش قديش والله 24 لا لا نتصور كذا 36 30 أكثر شوي 40 45 40 45 40 40 الإجابة 40 45 ولا 40 45 واحدة برك 43 لا 39 لا لا واحدة منها 42 40 40 40 شنو أنا قلت 40 45 قلت لي بين 40 و 45 أنا سهلت سبعتك من ذهب ذهب سامحني مرة برك تجاوب تعطي الاحتمالات نقطة أنا قلت بين 40 45 وما تحسب لنا مش نحسب في حساب هذا سؤال سهل برشا برشا ليس عادلة ما فهمش كون ما يعرفوش ما هي الحشرة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم العنكبوت بقتلها بقتلها الوزغة الوزغة صحيبتي لا لا والله لا أنا ما بعضنا فيا قلنا لا لا حط سامي تريدي حط سامي ما حط سامي ما بعضنا قلنا معروف الوزغة معروف أبي كيفاش تقتلها الوزغة لازم شاك فيش تقتلها في الدين ما عندها شرط كيفاش تقتل الوزغة سامي بسم الله وقت طول الوزغة لا لا بالركلة لازم لازم ضربة واحدة على راسها تعطيتك على راسها ساعة على ذيلها يقعد خاطر ذيلها يقعد كي تضربها على ذيلها تقعد هي روحها في ذيلها يرحم والديك وعلى الاخر هادوش تعمل غاد يا ود شبيك حتى غاد نقطة 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 اي والله ما عادش نعرفها اين الوزغة امان ميسيلش نحي لك ميسيلش نحي لك خيف الروضة سامية الوزغة بالذات ذي حاطة مفكرة السؤال اللي بعده من هو الطائر الذي تكلم مع نبي الله سليمان عليه السلام الخطيفة لا امشي اقول انا اعرف هاي هاي قول انت هاي ترى هاي مش متخصص مزرب ويعرف كل شيء هاي هاي برق ما هو الطائر هاي هاي قول انت ولا مني قايل لما تقول انت لو مش تخرج على السيطره من تو يا ميمه يا ميمه لا طلع عاد امشي عاد امشي 5 ثواني هاي ذبيبه 5 ثواني طائر الطائر الذي تكلم مع نبي الله سليمان عليه السلام يا بنتي زدت طائر ال الهدهد معروف تو نعرف الإجابة لأميمة طائر الهدهد كم عدد السور المدنية الموجودة في القرآن الكريم مدنية إيش معنى مدنية من المدينة يعني هبط في المدينة المنورة إيش نوع المدنية سيم يسقط بشيء إيش يقصد به مدنية فوق العشرين ما تبدأ سور مدنية والله ما نعرفش يعني فوق من فوق العشرين أي هكا ولا فوق العشرين سورة صورة عطينا عشرة احتمالات قلت له فوق العشرين قلت لي عشرة فوق العشرين 30 أقل شوية 28 صورة مدنية والإجابة ليش مدنية فسروها لي ولد عمي اسمع ثقفوا ميسالش ثقفني أنت أنا جاوبتي بالصحيح ثقفش معناها صورة مدنية باهي نواصلوا السؤال اللي بعده ثم بعدين نفسر لك الأوف أيوة ماذا كانت تسمى ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تسمى ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ناقة نتاع الرسول شنية كانت تسمى أميم والله أسئلة أوكي أنا فرحانة يعطينا أسئلة دينية حاجة بيه ما تعطينا في أسئلة صعيبة برشا معني مسيس تعالى ثقافة عامة بيه هذي القسواء 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 غير خفة ما نعرفش بيه حتى إجابة لا صحيحة أخي أنت كي حتى إجابة تفسخ لي إجابة صحيحة ما نفسخش ما نفسخش ما نفسخ لي إجابة ما نفسخش ما نفسخ السؤال اللي بعده ركز مليح يا سامي روي وما مفتتك ما اسم الحيوان الذي لا يحترق في النار تمسيح لا الحيوان لا يحترق في النار هاي هاي إيش دوا هاي يمشي هاي عطينا احتمال أفعى الأساء السلمون ناكلوه هذا السلمون لا يحترق في النار لا يحترق في النار تعرفوا انت بالجريه تعرف المعلومه مقبل هذه نعم بس انا منه في تونس لا لا معني ما يدورش في تونس وزغه حيوان السمندل اوه هذا حتى كان الراه ما نعرفوش هو السمندل شنو السمندل كيفاش اوصف يظهرلي فيلم كوميك سامانتا هكا حاجه هكا سامانتا هكا واحد اسمه نواصل لكم على الحيوانات اضخم حيوان في العالم من حيث الحجم دب اضخم من حيث الحجم واحد القرن لا مائي هو حوت الابيض ازرق
الحوت الازرق هذا ابو سامي الاجابه حتى انا نعرفوش هذاك الحوت يكن كل التعادل يحسم بيناتكم ركز مليح يا ميمة سامي اخلطت عليك السؤال اللي بعده ما هي اكثر ديانه شيوعيا شيوعا في الهند عفوا ديانه شيوعا في الهند اليهوديه الديانه الاسلام اسلام لا اليهوديه ما يعبدوش البودا يهوديه لا مسيحيه حاجه اخرى كما البودا الديانه الهندوسيه عاملين دينا لحدهم ولا ما نعرف بعدين نتفرج تونس تونسية السؤال اللي بعده كم عدد خلايا الدم التي يمكن للجسم انتاجها على مدار اليوم عدد خلايا الدم الحمراء التي يمكن للجسم انتاجها على مدار اليوم برشا حموقة ملايين مش ألف برشا ملايين 10 ملايين اقتراحات اكثر اكثر 30 مليون اقتراحات لا 100 مليون جاب على واحد اقتراح منه قديش تزرب ثلاث اقتراحات ابدا بأمي 100 مليون خليه 200 مليون خليه لا اجابه اكثر اجابه 400 مليون خليه 400 مليون خليه الاجابه خطا الوسطانيه شنو 200 قلت لها في الوسط 200 مليون خليه 200 مليون خليه والاجابه الصحيحه في سامي الدريدي ما هو العضو الذي يستهلك 40% من الدم؟ الإجابة هي المخ. سامي حتى هذه ما بعرف. عرضناها قبل. اللي عنده مشكلة في الكاس نحي كاس. نمشيو للكواكب. نسمع بالبيت. نمشيو للكواكب ما اسم أكثر الكواكب خطورة؟ ما هو اسم أكثر الكواكب خطورة؟ لا. أكثر الكواكب خطورة. خطورة من حيث ماذا؟ من حيث كل شيء. هنا احنا نلوت. زحل الأرض زحل في التخ ثاني يقول الأرض خطير جدا كوكب زحل لا عطارد ليه لا الزمرد مريخ لا المجسن المزدوج في فلوس لا مقود الموقد الموقد انا ما حتى حد لا لحظه لحظه انا قسيت اللعبه تو شنو كوكب الموقد هذا لا الموقد تقول باي المشتري المشتري برافو هذا المشتري لا عايش قلت انا كواليس اما مش قال عطارد وقال زحل لا 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 قلت المريخ قلت المريخ قلت عطارد اكها ما قلتش المشتري ما قلتش المشتري الاجابه صحيحه لاميمه خمسة أربعة مش مشكلة كم عدد قلوب الأخطبوط؟ زوز ثمانية أربعة 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 ثلاثة ثلاثة والإجابة لأميمة عندها ثلاثة قلوب كيفينا أين يوجد جامع الزيتون؟ القيروان ليه عاد في تونس قصبة. القصبة في قصبة قصبة في القصبة انا قبل عاد هذا جيت بعثنا عاد انت قيروان شنو دخلت انت غلط اسمع زي ما زيتونا في القيروان انت بعد هذا قلت عاد ما اسم اطول سورة مدنية في القرآن الكريم البقرة. وكم عدد اياتها نعرف عارفين الناس كل اللي هي سورة البقرة ونعرفكم باش تفسكيو وحاجة سهلة كلمة المدنية التو مانيش فاهمها مش سورة مدنية في الانترنت بعرف فسرها وكم عدد اياتها برج ريا برشا اياتها والله برشا صفحات مش برشا لا ايات برشا طويله خاطر الصور 200 وحاجه 230 ما حبشاش لا اكثر ما حبش فادك فيهم برج ولي تاع قران يا نعرفوا برج ولي اعطينا ثقفنا خويا شنو هي 250 286 فهمت علاش قلت دكز الغدر صحيحه في اي عام فرض الصيام على المسلمين بعد الميلاد ولا قبل الميلاد سادة. الهجري في الهجري في الهجري في اي عام 1400 ولا 1300 حاجه معناها قصدي ليه 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 هجري هجري في 1300 ولا 1400 احنا تو في 1400 معناها سمي خي تو معناها 10 سنين التالي تفرض علينا السيف 56 هجري قبل قبل 10 هجري 1 هجري 2 هجري 2 هجري والاجابه الصحيحه لأميمة حشاني ما هو اسم ابو لهب ابو لهب ابو لهب اسمعني والله حتى في القران ما قالوش اسمه ابو لهب ابو لهب هذاك ابو لهب موجود موجود ابو لهب من باب الدعابه انا عملت لي سونداج اقترحت الاسئله على شكور عطاك اسمه قلت له ما هو اسم ابو لهب قال لي جمره جمره
مستمعه ومن بعد قال لي لا هذيك مرته جمل. هو هرمين شرارة. أبو الهب ما عندوش اسمه. هو عبد العزيز بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب. هذيك كلاب نتفكرها. هاي اما الاخرين قبل كل حد. هو عبد العزيز بن عبد المطلب مش كيفر هو كيفاش عبد العزيز وهي من اسم هو خرج عديانة كان مسلم وخرج باش ولا ما منش. ولا إجابة صحيحة. نواصل معكم قريب توصلوا لنهاية الأسئلة. ما هي أكثر عضلة قوية في جسم الإنسان؟ تاع الساقين هذا تاع التريسس اسمه هذا اليد. خارج على الموضوع سامي. عضلة قلت أكثر عضلة قوية عضلة الفك. تاع الفم ما شاء الله تبارك الله والله صحيح. خاطر الفم عنده أكثر رو دور ما أنت ما تراهاش شكيكة كتب ديك اللحم يا سامي. السؤال اللي من بعد فيق شوية يا سامي. كم عدد صمامات القلب؟ 10. لا صمامات الأمان زوز. تاع القلب. مش قلت لك انا سامي خارج على الموضوع. ثلاثة. نحسك يا سامي والله. لا 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 لا. صمامات القلب ليش معناها صمامات؟ خمسة. صمامات تصور خمسة ايه قل شوي. ثلاثة. أربعة. ثلاثة. أربعة. حمدول. 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 أنا أكد لك لندي ما تعرفين. قلت خمسة بعد ثلاثة. قلت أربعة كهو. ليش بسميهم نسيمي؟ سمي لي واحدة نكمل لك الباقي. الصمام التاجي. لا بالفرنسي نعرف. الصمام الرئوي. والله لا بالحق بالفرنسي نعرف. الصمام ثلاثي الشرفات. والصمام الأورطي. لا لا ما نعرفهمش حدو في العربي. الأربعة صمامات. به. ماذا يطلق على أقرب كواكب المجموعة الشمسية للشمس؟ القرايب. أقرب كواكب المجموعة الشمسية. ما أنا شو اسمه أقرب كوكب؟ أقرب كوكب للشمس. الأرض. لا. للشمس. زحل. زحل. لا. عطارد. عطارد. اقتراحاتكم في صافي خمسة ثواني. عطارد. مساش. كوكب عطارد. برافو ليك وميمة والله فايقة. سامي لازمك تدارك خاطر. أنا فايقة تسمى فاهم الكل تقول لي. أنا مثقفة من فضلك. أعطيني كعبة بركة من الأولى حبيبي. في بالكم النقاط تو ثمانية نقاط الأميمة وسبعة نقاط لسامي يعني بإمكانك التدارك سامي ماكش باين. ماش وقت الأخبار يا ود. دقيقة. السؤال الأخير. ما هي أكبر دولة في العالم؟ يتعدد أمريكا. الصين. لا لا تنعرفوا أكبر دولة في حافة المساحة. أكبر دولة في العالم. روسيا. بسرعة. روسيا والتعادل. التعادل يحسم. إجابة الأولى دون مساحة. التعادل. التعادل كانت هذه فقرة كويز. احنا مازلنا باش نوصلوا معاكم شوية آخر بعد موجز الأخبار مع زميلتنا ملك.